إذن مشاهدينا، ينضم إلينا الآن الدكتور رحيم كثير، الكاتب والمحلل السياسي عبر زوم من طهران. مرحبا بكم دكتور رحيم معنا. بداية، الولايات المتحدة مستمرة في تزويد الاحتلال بمنظومات جديدة وأسلحة جديدة، منظومة ثاد. على ما يبدو الولايات المتحدة تجهز الاحتلال في حال كانت هناك مواجهة جديدة مع طهران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أهلا وبركاته، ومرحبا إخوتي الأعزاء في هذه القناة المباركة. أولا أود أن أواسي وفي الحقيقة أهنئ الشعب الفلسطيني بهذا الاستشهاد المبارك الكبير وهذا الحادث الجلل، وهو استشهاد الأخ القائد الكبير الفظ يحيى السنوار. نعم، و يعني كان حادث كبير وله تداعيات كبيرة، طبعا إن شاء الله سنتكلم عنها. أما فيما تفضلت بموضوع، ماذا كان السؤال؟ نعم، كنت أتحدث عن منظومة ثاد التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الاحتلال، ربما هي تحاول تزويد الاحتلال بالمزيد من الأسلحة في ترقب ربما لمواجهة جديدة مع طهران. نعم، فيما يتعلق بإرسال منظومة ثاد للاحتلال الإسرائيلي، يعني يجب أن نذكر عدة نقاط. النقطة الأولى أن الاحتلال الإسرائيلي هو لديه وبحوزته الكثير من المنظومات نعم، الصاروخية والمنظومات الدفاعية التي هي أكبر وأكثر تطوراً في العالم، وربما يعني لا تقل شيئاً من منظومة ثاد، وهي يعني شاهدنا فعاليتها فيما يتعلق بالدفاعات الإسرائيلية، فيما يتعلق بالهجمات الإيرانية بالصواريخ، وهجمات من جانب حزب الله اللبناني، والهجمات اليمنية العراقية والفلسطينية. هذا أولا. ثانيا، أنا بتحليلي الشخصي والمعلومات التي يعني استلمتها من بعض الإخوة المرتبطين، أن هذه المنظومة يعني ليست منظومة ثاد شيء جديد، ويعني يعني مقارنة ليست، يعني ليس لدي قصد آخر، ولكن أريد أن أقارن أن المملكة العربية السعودية أيضا استخدمت هذه المنظومات، أي منظومات ثاد، فيما يتعلق بالحرب على اليمن. اليمنيون بعدة مرات ضربوا أهداف في الداخل السعودي، وهذه المنظومة نعم، شاهدنا أنها لم تكون فعالة 100%، فمرت منها وتعدت منها الكثير من هذه الصواريخ. فبالتالي أظن أن هذه المنظومة، أي منظومة ثاد، أكثر فعاليتها هو حرب نفسية. نعم، يعني بأي معنى؟ أن يريدون أن يقوون ويعطون معنويات ويشجعون الاحتلال الإسرائيلي والصهاينة والناس والشعب الذي يسكن هناك في الأراضي المحتلة، أي نحن معكم ونحن لا نترككم تحت الهجمات والضربات الإيرانية أو الضربات والهجمات من جانب تيارات المقاومة. أنا أظن فعالية منظومة ثاد ليست أكثر من هذا، وهي أيضا منظومة لديها شيء من الفعالية وشيء من الدفاع، طيب ليس أكثر من ذلك. برأيكم دكتور، إلى أي مدى تدفع الولايات المتحدة باتجاه ربما تصعيد ومواجهة بين طهران وتل أبيب بتزويدها المستمر بمنظومات جديدة من الأسلحة؟ يعني هذا شيء عادي، الولايات المتحدة لديها تعهد سياسي وتعهد تاريخي نعم بالدفاع عن الصهاينة والدفاع عن إسرائيل إن صح التعبير، طبعا لا يصح. فالولايات المتحدة لا تنتهي من تزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة بالأموال وبالعتاد وبكل شيء، هذا أولا. ولكن في هذه الفترة ومع اقترابنا من الانتخابات الأمريكية، أظن أن الولايات المتحدة تميل إلى شيء من الهدنة المؤقتة أو
في فترة معينة حتى تمر الانتخابات الأمريكية، ثم بعد ذلك ممكن أن تكون تطورات أخرى. بينما أظن أن تيارات المقاومة لا تأبه لهذا الموضوع ولا يعني تعتني بهذا الموضوع، أن الانتخابات الأمريكية ماذا تكون نتيجتها. فلذلك نعم الولايات المتحدة تستمر بتزويدها المالي وبالأسلحة، ويعني الأمور أظن في هذه الفترة لا تتعلق كثيرا بتطورات الداخلية الأمريكية. الميدان حاليا هو الذي يتكلم وهو الذي سيد التطورات. طيب، في الداخل الإيراني على المستوى السياسي وأيضا ربما حتى على المستوى العسكري، هل هناك حديث عن إمكانية مواجهة جديدة مع الاحتلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كان هناك حديث الفترة الماضية من قبل الاحتلال حديث يدور عن قصف أهداف معينة في الداخل الإيراني؟ نعم، يعني الداخل الإيراني حاليا بعد ضرب أهداف وبعد الوعد الصادق الثاني، يعني الشعب بأكمل، وبعد تحديدا بعد استشهاد وبعد اغتيال السيد حسن نصر الله، هناك كان في داخل الشعب الإيراني وبين الأوساط السياسية والأوساط الرسمية والغير رسمية، نعم والذين هم موالين للنظام الإيراني، يعني للجمهورية الإسلامية والمسؤولين، وأيضا الشعب العادي الذين يعيشون حياتهم وليسوا يعني متواصلين كثيرا مع السياسة. هناك بعد استشهاد إسماعيل هنية، الشهيد إسماعيل هنية، وبعد استشهاد السيد حسن نصر الله، كان غضبا عارما نعم اجتاز الشعب بأكمله. فكان الطلب العام من جانب الشعب الإيراني أن ينتقم أو تنتقم الحكومة وينتقم الجيش والحرس الثوري، حرس الثورة، من هذه الممارسات. فلذلك حاليا الوضع العام في الشعب الإيراني فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية هو أن إذا أخطأت بأي خطأ إسرائيل أو الأمريكان فتكون النتيجة كارثية عليهم، والرد سيكون أقوى وأعنف. هذا هو الطلب من جانب الشعب الإيراني ومن جانب الأجواء العامة نعم الإيرانية. فلذلك أنا لا أظن أن هناك حالة ارتباك أو حالة خوف من الحرب، لأن هناك اعتقاد سائد في إيران، وفي أظن أن المسلمين بشكل عام، أن إذا تريد أن تجتنب الحرب يجب أن لا تخاف منه ولا تفر منه، لأن إذا نحن فررنا من الحرب فهو يأتي إلى نعم أبوابنا. فلذلك هذا الاستراتيجية، إذا نريد نقول أن لا نخاف من الحرب ونستقبله، العكس، حتى نجتنبه. طيب، إلى أين يتجه نتنياهو ربما بهذا التصعيد مع إيران؟ هو يعلم أن إيران ليست لوحدها في المنطقة. أنا باعتقادي وحسب تحليلي أن الكيان الإسرائيلي حتى الآن وحتى هذه اللحظة لم يصل إلى نتيجة بكيفية الرد على هجمات إيران، نعم ولم يصل إلى تحليل ونتائج عسكرية ويعني سياسية، لأن ماذا سيكون فيما بعد، إذا ضربنا إيران ماذا نفعل وماذا ستكون النتيجة. نعم فلذلك أنا أظن أن هذه التصريحات وهذه التهديدات مجرد حرب إعلامي، مجرد حرب إعلامية، ومجرد يعني للاحتفاظ بالمعنويات نعم لدى الجيش الإسرائيلي. أنا اعتقادي أن إسرائيل لم يصل حتى الآن إلى نتيجة بالضرب القطعي لأهداف إيرانية. أشكرك جزيلا الدكتور رحيم كثير، الكاتب والمحلل السياسي، حدثتنا عبر الزوم من طهران. شكرا جزيلا لك.